تنفيذا لتوصيات لجنة تنسيق الجهود للحملة الوطنية في نخير والمعنية بتوزيع المساعدات، سلمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وزارة الداخلية 10,000 كمام من النوع المميز القابل للاستخدام عدة مرات، والتي أنتجتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع الأسر المنتجة والمنتسبة للمؤسسة، وذلك من أجل توزيعها على المحتاجين وفق مرئيات الوزارة تحقيقا للأهداف السامية التي انطلقت الحملة من أجلها. بهذه المناسبة قال الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في نخير بأنه تأتي هذه المبادرة دعما للجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، موضحا بأن التعاون مع وزارة الداخلية مستمر من خلال تنفيذ مبادرات حملة فينا خير من خلال العديد من المشاريع التي كان آخرها مبادرة غذاؤك في بيتك.